انا حسب يعني المعلومات اللي وصلت لي او معلومه وصلت لي من مصدر ان تم عرض اسم الفرنسي تيري أونري كمدرب على عرض اسمه على الاتحاد الكويتي لكره القدم لتدريب المنتخب الكويتي في الفتره القادمه. هذا الاسم يعني او هذه المعلومه وصلت لي اليوم، والاسم على معروض على ما نجح التدريب. الفرق بين يعني طبعا كمستوى وكدوريات اوكي، تيري أونري لاعب وكذا، لكن كفرق مسكها وكانجازات شو اللي يفرق عن كابتن سامي رحلان؟ شنو اللي يفرق؟ مسك فرق عالميه، حقق بطولات، مسك فريق وشالوه، مسك فريق وشالوه. والله كلام صدقي. اي كمدرب مو كلاعب، كمدرب افصل بين اللاعب والمدرب. كلاعب ما نختلف عليه، حقق انجازات وكذا، كمدرب شنو تاريخه كمدرب؟ والله شنو تاريخه؟ قول لي، لا تضحك، قول لي. ماكو اوكي، ماكو تاريخ. شنو تاريخه كمدرب؟ ماكو تاريخ. اوكي، شنو تاريخ ابو عذبي؟ تاريخه ما ماسك فرق، على الاقل مسك فرق اكثر من هذا. عنده يعني خبره. كان مساعد مدرب منتخب بلجيكا يا ابو عايش، ومسك فريق وان شاء الله ترى، ومسك فريق وان شاء الله. اوكي، مسك موناكو بس ان شاء الله ترى عقب ما يخلص. اوكي يعني بس بالنهايه لا، احنا مو لاعب. ما يصير تقول لي شنو المقارنه كمدرب ولا كلاعب ولا كمدرب. ايش مشكلتنا كمدرب؟ والله العظيم لحظه بس شوي، قاعد طالعكم والله. مشكلتنا ابو عايشه، والله مشكلتنا عاطفين يعني وايد، لان هذا لاعب وقدم وسوى يا حبيبي يكون ناجح. مارادونا ما نجح، ما له شغل يا ابو سعود. مو شرط انا ما اتخذت نتنهي. ما يصير تقول شو الفرق بين هذا وبين شنو سوى كمدرب؟ شو الفرق؟ ما يصير يا جماعه، ما يصير. ابن حلال قاعد اقول كمدرب شو الفرق؟ ما يصير يا اخي. جاوبني قول لي شو الفرق. ما يصير يجاوبني، قول لي شو الفرق. ما يصير لو بتكلم بيزعل. ما يصير تقول ما يصير كلامك انت صح. لأن لو بقول كلام بيزعل الطرف. شو يزعل؟ مساعد منتخب بلجيكا ابو سعود، شنو وين الانجاز اللي سواه؟ ولا عشان اسمه تيري أونري؟ عطني والله، عطني سبب. بعد انت من صدقك؟ انا بيهب سبب منك بعد. بغى اروح حق فاصل ما دام الحوار كذي، ما خلني اروح حق فاصل احسن.